إن من المحدثات والبدع وكفر النعم ما يفعل في هذه الأيام من مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي وما يجري فيه من شرور ومنكرات ينزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. إنه احتفال مبتدع أحدثه أول من أحدثه الشيعة الفاطميون في مصر، ثم انتشر في البلاد بعدهم، تلقفه أهل الضلال والجهال فصاروا يحيونه كل سنة ويحصل فيه ما يحصل. أولا أنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإنه ما عهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم طيلة القرون المفضلة 400 سنة ما عرف هذا المولد، إنما عرف بعد 104 أحدثه الفاطميون الشيعة لما استولوا على مصر، وتلقفه من تلقفه من جهال وضلال هذه الأمة. ويحدث أولاً أنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وثانياً أنه يحدث فيه منكرات أشدها الشرك بالله عز وجل بالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وشكوى الحال له وطلب النصرة منه، وهذا شرك بالله عز وجل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يطلب منه شيء، وإن قال هؤلاء الذين يحدثون هذه البدعة ويكررونها إن فيها إحياء لذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم، أيقال لهم هل أنتم لا تذكرون الرسول إلا في هذه الأيام؟ المسلمون يذكرون الرسول دائما وأبدا، ورفع الله له ذكره في الأذان والإقامة والتشهد والخطب، فلا يذكر الله جل وعلا إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. كل عبادة يفعلها المسلم مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يتذكر الرسول ويتبع سنته، وللرسول من الأجر مثل أجر الفاعل والعامل، لأن من سن في المسلمين سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فليس الرسول بحاجة إلى هذه الذكرى المبتدعة. وإن قالوا إننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فنعمل هذا من أجل محبته، قلنا هل أنتم أشد حبا للرسول من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة والتابعين والقرون المفضلة؟ ما عملوا هذا المولد، هل هذا لأنهم لا يحبونه؟ حاشا وكلا، لكن لأنه بدعة وهم أبعد الناس عن البدعة، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل ويتركوا هذه البدعة